عندي زوجي فتحي إبراهيم علي، خطب يوم 6/3/2015 معلم متقاعد، وانخطفوا وأولادي وياه، زياد فتحي إبراهيم وأحمد فتحي إبراهيم. صار لهم 4 سنوات ونص، لحد هسه ما عرفنا مصيرهم مين. نريد نطلب من الحكومة أنه تقول لنا وين هم ميتين أو طيبين، حتى الواحد يقطع نفس. من مجلس الوزراء، من مجلس النواب، هاي نطلبها حتى نرتاح. سألنا وراجعنا وركضنا وما خلينا مكان، بغداد، تكريت، ما حد ينطينا منشدة ولا حد عرفنا لحد هسه، لا من حكومة ولا من منظمة ولا من كل شيء. خذوهم من جلام الدور، ما نعرفهم، يعني جهة مجهولة. احنا قاعدين، طلعنا من الدور على الجلام، واحنا قاعدين جت سيارتين اخذتهم قدامنا انا وبنتي وراحت. قالوا نحقق وياهم ونجي. ما حد عرفنا بكل شيء، لا حكومة ولا منظمة ولا مجلس بلدي ولا كل شيء. اي فنطلب من عندهم انه ينطونا علم عنهم طيبين او ميتين حتى نقطع نفس. بالمحكمة قالوا ما ماكو قبض. ايش قالوا لك حجي من قمتي بالمحكمة؟ قالوا ان شاء الله مو يمنا، ان شاء الله مخطوفين ما نعرف مصيرهم. زياد فتحي ابراهيم، احمد فتحي ابراهيم، زوجي فتحي ابراهيم علي. اولادك ايش قد اعمارهم حجيه؟ مواليد 85، مواليد 74، وزوجي بال 75 معلم متقاعد. 75 سنه عمره؟ اي معوق، يعني محروق ومكسور، ايده محروقه ورجله مكسوره، مسويه بلاتين. ورا ما راحوا، ورا باخذوهم للولد وابوهم، فجت سياره المغرب اخذتنا. اخذتنا انا وبنتي هاي انعام شفتها، فودتنا على غير منطقه وحطونا ببيت وحجزونا، يعني ويا جماعه مو وحدنا، هم من اهل معتقلين نساء. اي فبقينا ليله. لثاني يوم جت غير جهه ضربت علينا وانهزمنا، هم انهزمنا على غير صفحه، يعني طلعنا بالقدره. وغير من جوي حرره، جوي دا يدقون حاسبه، خذوهم من البيت طالعين بالغنم دا يودعوها بغير مكان، دا يطلعون جايين وماخذيهم، بس ندقكم حاسبه. وين يا مكان؟ اللي جاي عنا العيث، اللي جاي عنا العيث، قال لهم ندقكم حاسبه ونرجعكم. حتى قاري لابن اخوي عمل ابوه شهيد، قال لما انت حسان علي عطله ما عليك شيء، لا تخاف، ما طول ابوك شهيد، بس ندقك حاسبه ونرجعك. هو وعمه ماخذيهم بسيارتنا، يعني بسيارتنا، قال لهم مشوار وقارينا الاوراق اللي عندهم، وقال لهم نرجعكم بعد 10 دقائق، يعني الشهود العيان اللي شايفينهم القالونا. وش اخذوهم ذاك يوم وهذا يوم؟ مين اللي اخذهم الجهه الاخرى؟ حزب الله، حزب الله والعصائب، كتائب حزب الله، قيس الخزعلي، حتى قيس الخزعلي طلع ويا عمي حجا، وعمي حاجا وقال له ومرحب له، وقال له ابشر خير، احنا راح نطلعهم ولا تكون معدهم شيء، وكيفنا وجا علي عمي نفس قيس الخزعلي جبل عمي، هي نفسه، وحجا ويا عمي. هذا يوم وذاك يوم، وين ما نروح ندق حاسبه ماكو، بفلان مكان بفلان، لخلينا بغداد، لخلينا بس البصره رحنا على السجن الحوتي، ورحنا على محكمه الساعه، رحنا على السجن القناه، رحنا على دجل هذا المطار، ما خلينا مكان، نريد بس واحد، كل ما نروح روحوا ماكو، روح على الحشود مو يمنا. زين راجعت الحشود؟ الحشود ما استجرى روح، وكل من يقول انت اخو شهيد شلون ياخذوا، يعني من الشهداء المفضلين بالمجمع شلون ياخذوا لي ابنه عمره بعد ما بالغ، ما صار عمره 15 سنه، وهسه احنا تدري ايش قد بالبيت؟ 25 نفر، خمس عوائل احنا بهذا البيت.
شم يعني 5 عوائل كلهم ماخذين ولي امور؟ كلهم ماخذين ولد امور، الابو شهيد والاخده، يعني اخويا الكبير هو هذا هو عندي الاخ القايم بينا كلتنا، هو عمي عمره 80 سنه قايمين بينا اخذوهم، يعني وظلينا هسه اني الدور كلها تدري بيني انا الراكضه ما عندي احد وتعبت. شلون عايشه؟ والله عايشه على الله، راتب مال الشهيد قطعوه، ابن الشهيد قطعوه، هسه عايشين على الرعايه، وتقاعد ابوي شهر ينطونا يا شهر ما ينطونا، لحد الان بصمه مال امي ما طلعت ما انطونا، وعايشين علي الله. المساعدات؟ والله ما حد ينطينا مساعدات، ولا حد جاي علينا، ولا حد داق بابنا. حجي السياسيين مال محافظه صلاح الدين نواب وهذا؟ والله ما حد دز علينا، واطلع علي قناه سامر اشتكي، واطلع اداعي، واريد بس يسووا له التقاعد مال ابن الشهيد يرجعوا لي اياه. ما حد رجع لي اياه ولا حد هذا. ويوميه رايحه حتى العالم قامت يعني تستخطيني، اذا شفني بدرب الشيني، اذا لان ما عندي احد وتعبت. واليوم 5 سنين وما نريد كل شيء، بيوتنا خلي ياخذوها بس خلي يرجعوا لنا ولدنا. انا سيارات 3 اخذوها، غنم اخذوها، بقر اخذوها، زرعي حرقوها، بيتي هسه قاعدين بيه ما يخلوني ازرعه، انا لو ينطوني قاعدتي وازرعها هم اعيش بيها هم نعمه من الله. قاعدين بها الحشد ما استجر اروح عندي هذا هو الواحد وما استجر خليه يطلع. هذا ابن اخويا الوحيد هو سندي ما عندي احد والدور كلها تدري. وما استجري اطلع يا اخاف عليه ياخذوه. هو ظل عندي. حجي متراجعين ايش قدمت الحكومه؟ الحكومه بهاي مراجعتكم للدوائر؟ والله كل شيء ما قدمت لنا. والله يطردونا حتى فوته ما يخلونا نفوت. يا ربي بس بمحكمة الساعة اكو محامي ابن حلال رجال كبير استقبلنا ولا ما حد يستقبلنا. يطردونا من الباب يطردونا ما يخلونا نطب. رئيس مجلس النواب الحلبوسي قدم لكم وعود بشيء؟ والله ما حد وصلنا عليه ولا رحنا عليه. ما قدمنا بس سيد ضياء رحنا عليه وتعهد لنا من كان موجود بس ما طلع بيده شيء الرجل من الدور. احنا لا يربون على الدوار ربيا مثل قبل، خلي يربون على الدوار ربيا مناضله، ربيا مجاهده، وفت بعهدها وقدمت للحشد ما قدمت، وقدمت وناصرتها هاي مال الحويجه، منو نصرها للحشد؟ يقدم الاكل ويقدم كلها البيوت، احنا البيوت المعده قامت تطبخ وتودي للحشد. ليش؟ لنساعدهم ليحررونا. احنا خو ما جرمنا جا علينا داعش، ما جرمنا. وحسبنا الله ونعم الوكيل، واحنا كلتنا الدوريه تأدينا من داعش. حجي. هذا الذبحه وابنه قدام عينه وحطوا راسه على ظهره، بل في الكدوريه كلهم ابو 2 وابو 3 وابو 4 كلهم ذبحوهم. يعني احنا شو نريد؟ نريد من الحكومه، من هيئه الامم المتحده، مو من حكومتنا، حكومتنا ما بيدها شيء. احنا نريد من هيئه الامم المتحده تربي علينا بعين، يعني تربي على هذول الفقراء، على هذول الاطفال، تربي على الامهات. هاي امي بيها جلطه، هاي امي هسه نايمه جوا ما تقدر تقعد، بيها جلطه تعبانه ما تسمع، من تسمع حكي وتسمع الدوخ جتي قعدت هسه شويه داخت وقامت راحت نامت. حجي ما جاكم احد من الامم المتحده هنا؟ ابد ابد مستحيل. السياسيين زاروا الدور شافوا احوال؟ ما حد جا علينا. من الطارف يجون على الطوارف، العرف عنده عرف يودي على اهله على قرايبه، احنا ما حد جانا مستحيل حد جانا. كم معتقل عندك انت؟ 5. والله مختطف عندي ولدي، عندي 2 وابوهم، وعندي ابن عمي و3 ولده، عندي اخوي وابنه وابن اخوي الاخ، وعندي الاخ ابن اختي اخذوا الدواعش 12 واحد. زين احنا من عشيره واحده. ولدي شنو اخذهم؟ احنا ولدي اخذهم طبع علينا جيش الساعة 2 الظهر، واحنا قاعدين بمكاننا، طلعنا ون مرة 3 مرات ما خلونا الدواعش نطلع، منين ما نطلع يصدونا، والله شاهد عن ما اقول، منين ما نطلع يرجعونا، نظل لليل ويردوا يرجعونا الدواعش، ما يخلونا، خاف ياخذوهم الولد هم يذبحون ما خلى، ابن اختي هم اخذوا الدواعش، احنا من دواعش ها؟ واخذوا ابن اختي الدواعش نصير ويا الدواعش ونطالب بولدنا لو دواعش. هم كانوا خذونا وانهزمنا خاصرنا بجلان، جينا بس 2 الظهر طب علينا
طبع علينا الجيش. والله شاهد لقيناهم بتشك ليل والمراكبين الغداء وغديناهم وفاتوا ويانا أول نتغدى والله والسبح والما أدري إيش وما ولدنا يفترون يسوون شاي يديروا لهم نظها للمغرب شان ينموهم الربعة مليانة مال أخوي أخوي الشيخ فخذ عشيرة الماشر من هو؟ ألبوم الله خليل شيخ ضامن قاعد وركمت عليه الدنيا والله هو أريد يطلع ما نقدر ما قدر ما نطلع والله شاهد حاصرنا الدواعش من كل جهة فاتوا علينا لما ما خل والله هذا ابن اختي صغير قولي لي من هو ابنه هذا عامر طالب كلية صف ثاني كلية بعد منو هو كليته بسامر ويروح هذا مصطفى صف ثاني كلية بعدها والله صغير صف ثاني كلية هم اخذوه وياهم هذا ابوهم معوق معوق يشتغل بدائرة المي ما عنده شيء معوق شاله شيل واخده وخلوني بس ثاني حجية من جو عليكم شن جو عليكم أول مرة والله جو علينا زيني ما قل لك يعني سواه يعني ما قل لك الولد والله يقدرون بهالشاي والأكل وياهم يفترون أنا ظليت قاعدة من ساعة خفت جو عليهم ولما هم واخده ساعة بال 11 12 بالليل هي صار الدنيا ظلمة ما قدرنا نطلع احنا النسوان فاتوا لما ما خلوا ما صبحنا الصبح الا بس احنا النسوان يعني شفتيهم وناخذوهم؟ اي والله شفتهم قادوا لابني هذا عامر من يمي قادوا واخذوه منو حجي الاخر؟ والله جاوا اول ما طب علينا قيس الخزعلي نفسه طب علينا وطلع جهه جت الشرقيه عليهم جهه من غاد علينا من يمنا من الجلون شفناه ونوب احنا ما نعرفه شفناهم طلع جماعه من غاد من جلّا هم من جلّا من الدار يجي 300 واحد لموا ما خلّوا 300 طل جت الشرقية وطلعت كان خابر أخي قلت له ترى قادر جاء علينا رجال من هجة جاء قيس الخزعلي خابرت على أخوي عوداني قلت له هذا الرجال طب علينا أخذوا جناسينا ودقونا حواسبه بالبداية حج جناسينا من طال إياها بس انطانا مال أطفال اثنين ابن اخوي مال ولد اخوي طال اياهم الاباطي يخلوهم قلت له احنا ما نعرف ايش مدرينا جيش وكيفين على الجيش جانا الجيش هلا بيهم هسه يحررنا وتلاقيناهم بالشكليات لين خلصنا من داعش حاصرنا نطلع يخاف ياخذون ولدنا خذت على ولدي والله ما دول عندي ولد اختي واخوي وابنه وابن اختي خذت دواعش بعد عريس اخوي بعد ابني بعد والله هسه ابنه صغير يبكي اريد اقول والله ما نرشد الخيرين قلبيهم شهامة وانا ارشد امم المتحدة ان يرضون حالنا حال الاطفال حال النساء حال اهل الدار كلهم بس من عشيرة احنا وحدة يجي 25 واحد بنات اختي والله يتامى ورباهم يتامى وحدهم كلهم اهلنا اهل الدار كل جلامة الدار مزارعين وناس فقراء مسالمين والله ما عندهم شيء كلهم فلح هاي بهاي الفترة الهاي جوكم أحد من حكومة محافظة صلاح الدين؟ إيه ودعوا والله زين أخذونا من شلون؟ حجية حكومة إيه؟ المحافظة إيه؟ شنو اللي سويت لكم يا المحافظ رئيس مجلس؟ والله المحافظ بالبداية كل شيء ما سوانا جاءوا المجتمع بينا أبو مازن وكل شيء ما سوانا اجتمع بينا جاء إحنا برمضان وصايمين تعالوا ونروح ونجتمع وكل شيء ما سوانا ولا انهزم ولد عمي اثنين انهزموا من هنا راحوا لي سامرة وطلعوا هم اخذوهم من سامره والله اخذهم ايش يقولون عاد السوداني ايش مدريني واخذوهم والله امهم هسه عجوز حال الضيم حالها هذول قال لك ولد اختي والله يتامى ربوهم حجي هاي العوائل شلون عايشه والله عايشه حال الضيم منين عايشه هذه اللي يربي عليها اخوها وهذه اللي يربي منها اخوها وهذه اللي يربي منها الله راجعت ودورت بالسجود ما خلينا والله كل من يقول يشيل الفالات والصور ونركب والله بنتعب نجي ميتات كل اهل الدار احنا كلهم مثلي كلهم خواتي اهل الدار مثلي ترى كلهم بالجلام كلهم فقره والله على الدار ما ينزلون ما عندهم اي شيء بالدار شو يسوون يعني وتحاصرنا حجيتي نفس الشيء شفتي قيس الخزعلي والله شفنا انا والنوبه ما اعرفه وين شايفته احنا نعرف عصائب ولا نعرف جيش والله يا ابني ايش مدريني حكيتي وياه والله ما حكيت وياه اخوي حكى وياه وهم اهلي وفاتوا ويفتابوني ما اقول لك شفته
أمي جو علينا الساعة الظهر بالوحدة وحدة ونص، أنا ألقى التنور كان يقولون حجية تعوفين الخبز والتنور وتمشي. قلت لهم هذا تنور فاطمة، إحنا العرب نقول خلى لطش وذب. قال ذبيه، قال ذبيه، ذبينا. تجمعونا أخذوا ولدنا، أخذوا من عندنا أول مرة ابني وابني وابن أختي وزلمت أختي وأخويا وابن أخويا وسيد بشير وابنه، وفوق ال 15 آدم إحنا مجموعين أخذوا. أنا تهجرت من قضاء الدور على بيت أخويا، على ابن أخويا، ابن أخويا أخذوا، عندهم بقر، عندهم غنم، قال إحنا نسرح بيه نعوفوه. كان أخذوا ولدنا، أخذوهم للولد، إحنا النساء كان يجونا الساعة، الساعة بالأربعة كان يجون يشيلون النساء يا بوين، قال نذبكم بسامرة. كان يحطونا الطيوب ببيت وقفلوا علينا الباب. يا بشكو شكو، قالوا هسه ما يخالف نستسر من ولد ونطلعكم انتم ولدكم يا بخير. بالمدرسة ما الطيوب وحطونا احنا ببيت، احنا اربعة ايام بالخامس بس. منو كنتوا؟ منو كنتوا؟ وش احكي لك، هاي المريا بنتي شنتي جهان هذول، شو احكي لك؟ احنا فوق ال 25 مريا. سكتنا بس ما عذونا، الجماعه ينطونا غدا وعشاء وريوق، بس سادين الباب علينا لا تطلعون. قلت لهم انا فقدت، طلعت قلبتني الدور، خل اطلع. يابا ولدنا جابوا بس ابن اخويا وابن اختي بعد ما طلع، هذا ما طلعوا بس شوفونا اياهم، ابني ما طلعوه. شوفناهم الصبح كان يقولون روحوا بكل شيء ما عليكم، واحنا هسه ندقهم حاسبه مش سويهم وطلعوا. وكان يحبسونا اربع ايام بالخامس بس ما اذونا. واحكي حظي بختي، بس احنا خذونا حزب الله. عفنا باني سيارتي بقرات اثنين، مالها لي حال وكلها، احنا هسه ما نريد، احنا نريد، احنا نريد من الحكومه مالتنا ومن المرجعيه ومن نترجى منهم من بوس قنادرهم، احنا بس نريد الولد. شفنا لابو مازن، شفنا لهذا، انا شفته هنا بالدور بعيد رمضان، ايه كش ما سوانا، لا مسؤول جانا ولا قال، انا اربع بنات وولد هذول هذول. حجي شلون عايشه فيهم؟ والله عايشه عندي تقاعد وخيط جودليات، تشهد بيني كل التقاعد ب 300 بالشهر. وعندي بنيه بنت بيت مخلصه كليه، قلت له للمحافظه قلت له انا ما اريد تعيين. ولا اريد فلوس ولا اريد قطعه ارض، انا اريد ابني، ابني وابن اخويا وابن اختي، هذا انا من بيت اخذوهم. دورتي بالسجون السريه؟ انا ما خليت، قلت للمحافظ. انا وين رحتي دورتي؟ انا محكمه تسعاني ما قرا واكتب، بين ما يروحن الحبايب اروح وياهن، وشايله الصور وشايله الفايلات ومال المحكمه، بس احنا لا شيخ داعانا ولا مسؤول ولا كلها. أطالب من الأمم المتحدة وأني أشكركم وأشكرهم، إحنا بس نريد ولدنا يا طيبين، قولوا لنا ونروح نواجههم ونقلب لهم محامي. اسمي سعدية حميد حمدي. شو معتقل عندك؟ أنا عندي واحد بس، ابن أخويا وياي وابن أختي وياي. جو الشرطة الاتحادية والفوجوا علينا، قالوا ناخذهم للولد. قلت لهم ما تاخذهم للولد وتخلونا بحد، ناخذونا كلتنا، خذونا كلتنا. جينا على الشارع، وقفنا على الشارع وكان يقولون هذا جو العصايب، هذا جو العصايب، جو العصايب. شتفاهم وحط واخذوه، شتفاهم وقالوا ناخذهم بس نحقق عليهم واخذوه وخلونا لنا. أنا ولدي ثلاثة وأبوهم الرابع ورجل بنتي وحمينها اثنين منتسبين، ما قدروا يطلعون من طرف الدواعش. من يطلعون الدواعش تدقهم حاسبة ويأخذوهم المنتسب منتسب، وقعدنا بالجلان ناخذهم ولا ما سووا لهم كل شيء، بس قالوا نحن نحقق ندقهم حاسبة ويجون حجية، بس ندقهم حاسبة ويجون. سألنا ودورنا ونسمع، سمع انه بيقولون حاطيهم بالمطار، انه بيقولون حاطيهم جرف الصخر، انه بيقولون حاطيهم بسجن السجن الناصريه. ورحنا نسال كل من نروح ندق حاسبه، يقول ماكو اسماءكم، هذول ولدكم اخذوهم جهات مو من الحكومه. من الشيوخ؟ من اللي جاء اخذ الحجيه؟ من اللي اخذهم؟
مو قلت لك اول فول الشرطه الاتحاديه، الشرطه الاتحاديه اول فول طلعونا على الشارع كانوا يقولون هذول جو العصايب. قال حجي احنا عاد ما علينا هذول العصايب، هو واحد من الشرطه الاتحاديه قال لي حجي هذول جو العصايب هاي اللي قالوا لنا اياها، وقالوا يعني بس ندقهم حاسبه ويجوك. هاي بنتي ويانا عندها جهال ثلاثه، واحد صقر لا عندهم راتب لا عندهم شيء، واني عندي ثلاث بنات وشنتين الشنايه راحوا على اهلهم، وظلت انا وبناتي قاعدين بالبيت، ايش عاش الارض تصدق علينا ومنين العيشه؟ عندي 8 مخطوفين، اخوتي 2 مقصود خضر جزاء معلم يشتغل، واحمد خضر جزاء يشتغل بالمنشاه موظف، وعندي رجل اختي عامل يشتغل، وابنها يشتغل بالصحه، وولد اخوي واحد منتسب واحد مكمل معهد وواحد بعده كان بوقتها 14 عمره، وابني مكمل دراسة صناعة من الدور معهد صناعة ابني وياهم هم ظل. هاي 8 8 من الجلام مالت الدور. اخوي عنده جلام وهم طلعوا السامرة، مو ما طلعوا بس رجعوهم الدواعش، قالوا لهم هسه نمحيكم محي، وعينوا عليهم بالرشاشات وخافوا، قالوا هاي شيرة طلعنا السامرة بعد ما نقدر نروح السامرة خفنا، يعني بعد بس يجر ايده على الزناد انتهينا بعد ما نقدر نروح. من جه الجيش دش استعقامه يريد يطلعون، بس عاد جه الجيش ما قدروا بعد ايه، وظلوا بالجلام. قالوا احنا بالجلام شكوا علينا، يعني احنا ما عندنا اي شيء، مثل ما يقول ما عنده شيء يظل مأمن. يقول ديك اكو محله بها اطفال من 10 سنين وأقل وأكثر دي يلعبون. يقول إيش سووا؟ جاء الشيخ سيد شيخ ملتحي، كلها خافت، كل ما نخش ببيته أشو هاد واحد ما خش. قال له يا ابني أنت شو ما طبيت ببيتكم؟ شو أنت مو مثلهم؟ قال له يا شيخي هذول هاد شتم هاد وهاد باق من هاد وهاد ما سووا ويا هاد ذنوب، أني ما لي أي ذنب، فأني ليش أهابك وخاف من عندك؟ اني فوت من يمي واسلم عليك وعادي. فاحنا جماعتنا لو عندهم شيء ما ظلوا، راحوا تركيا سوريا، مو صحيح؟ هجت الناس الدواعش هجت بوقتها ما حد ظل، فاحنا عمل ما عندهم شيء، يعني زروع الناس كلها زروع وغنم وقاعده عادي امنه. وهو الجيش من جاء كيفت الناس، قالوا يعني جاء الجيش بعد انتهت ما ظلت معارك. أشو هو جاء الجيش انقلبت الدنيا، الرياجيل كلها راحت، شفت شلون وضعية؟ وهسه احنا هاي 4 سنين وهاي الخامسة عيوننا عمت، ما نعرف مصيرهم شنو، أطفالهم تسأل يعني شلون هيك الإسلام؟ هيك الإسلام يا سبحان الله. حجية من شنو موجودين وين كنتوا موجودين؟ احنا بوقتها احنا عائلتنا طلعت السامرة، بس هو ابني يا سبحان الله ظل ويا خواله، ايه لان هو متزوج ومرته ظلت قالت ظل ويا خوالي ما اطلع، وعاد هو عنده ابن ما هلا بيهم، قال هاي هي راح اظل وياها متى تقبل تطلع، والله شو قدمونا باكر يطلعون. اني رحت بنفسي السامرة، اني رحت بنفسي، رحت للعمليات واستخبارات أنا بنفسي رحت. باعي حجية يومين ويطلعون، وهم كانوا موجودين وقتها بسامرة، يومين حجية ما غيرها بس يدربوني ويطلعوني، وهاي هي وكل يوم يومين ثلاثة وينهم؟ وهاي 5 سنين بطلنا لا نروح ولا نجي، قعدنا واستخلفنا الله وما عدنا غير ندعي من الله يا ربي صبرنا وصبرهم كما صبرت يعقوب نبينا يعقوب عليه السلام، وكما صبرت يوسف صبرنا وصبرهم يا رب. ما عدنا غير هذا الدعاء، شو نسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ما عدنا غير هذا الحكي. سألت بلا قدمه وكلها راحت وقدمت، بس مو اني يعني غيري، اني ما هالقد اطلع والله ما اقدر، اني عيوني عمت.
هاي عيني خلاص ما اشوف فيها وهاي شويه اشوف فيها، هسه الا يقودوني يلا امشي. مو القسمه تريد تصير يا سبحان الله. قالت لا دباوه احنا وين نروح؟ هنا ويا خوالنا وماكو شيء ان شاء الله لان احنا ما عندنا شيء. قالت لا يجون يدقون حاسبات ومأمنين يدقون بالحاسبه وما عندنا شيء ونبقى وين رايحين؟ تهجهجين ببلاد البرة يعني اجارات شفت ورواتب ماكو. ترى هم يعني اللي ما عنده يعني خو ما يروح يشحد. منين نجيب؟ اريد اجار واريد اثاث. هي ما قبلت، قالت هاني ما اقدر، لا صعبه. وما طلعوا. هو غير ما الما عنده الما يقدر الما يهله يعوف زرعه الما يهله يعوف غنمه، عندهم ابقار وعندهم كل شيء عندهم مهلهم، والما عنده ماده هم ما قدر يطلع. هي هاي اللي ما طلعوا. رحمه الله واسعه، ناس تساعد ناس الحمد لله رحمه الله واسعه. على طول المتمكن يقول خطيه عائله المعتقل افرض. انا هسه ابني عندي حلاق اقل شيء، هاي يقول عائله معتقل يستحيل اخذ منهم درهم ببلاش مجاني احلقهم، هاي اقل شيء يعني عندك. ايه والناس تساعدهم منا ومنا، ولا بيوتهم لعد بيت اهلي باسم احمد اخويا هو هذا المعتقل، عنده 7 اطفال انهدم للقاع. سوي للقاع انهدم. ادهم الربعه مال تبوي الله يرحمهم كان طيب، مسوي ربعه باب الحوش من هدمت الربعه، وعنده بوقتها دامه بصف الربعه بظهر الربعه من ورا سوتها هي مصبوبة صاب وهاي بس ترابي بلطتها وسوتها غرفة. سكنت عايشين على المساعدات. على المساعدات منا ومنا، والناس تساعد ناسهم بيناتهم هم، وعايشة أهل الدور طيبين يعني طيبين أهل الدور وخيرين يعني اللقمة يقسموها بيناتهم. أنا أقول لك أنا زوجة المخطوف مؤيد أمين مخلف عبد الله. خطف زوجي طلعنا للجلام، يعني إحنا ما عدنا لا حال ولا مال ولا أي شيء، بس إنه ما عدنا إمكانية نطلع يعني خارج الدور. فطلعنا للجلام، جو جوارينا قالوا امشوا ويانا زوجي وحماي محمد أمين مخلف عبد الله وعائلتي، يعني عائلتي يعني إحنا طلعنا للجلام. يعني جاء الجيش كيف كل العالم كيفت انه جاء الجيش تيحررنا من داعش. ف يعني شو المغربيه شو قامت تجي السيارات والهمرات وهيك شغلات. اشو اول 3 ايام اجت قوه سلموا على الولد شلونكم شلون صحتكم، يعني ساعدوهم انطوهم جقاير قالوا يابا لا تطلعون من البيوت ترى خاف تجي قوه ثانيه يعني لا تطلعون لا هين ولا هين. والله احنا على حكيهم ما طلعوا من البيت، اعطونا رقمهم قالوا خاف يعني تحتاجون مساعده تحتاجون شيء. قلنا لهم كل شيء ما نحتاج احنا باكر عقب راجعين لبيوتنا. هيك كان الواحد كل تفكيره انه يرجع لبيته، ما كان تفكيره راح ينخطفون الزلمه او هيك شيء. ورا 3 ايام جت قوه يعني حامين حيل حامين، كل من يقول هذا ذبحوا اخوي هذا ذبحوا اهل سبايكر، يابا احنا ايش اللي علينا بالسبايكر؟ يعني خوم احنا ذبحنا سبايكر، احنا مواطنين عاديين ما عندنا اي شيء. والله قالوا لبسنا عبيد شنو وقفنا على صفحه مثل ما قال لبسنا عبينا فاتوا يعني شافوا المكان حتى بقن ما الدجاج قاموا يفتشون يدفرون برجليهم شايلين هيك سلاح علينا. والله انا طلعت عليهم قلت لهم اخي احنا مهجرين يعني جايين ويا جماعه كل شيء ما عندنا. كان يقولوا لا ماكو حطهم شقوا اليشمغ مال تعرف اليشمغ يعني على راسهم الولد شقوه شدوا عيونهم شدوا ايديهم ولقحوهم هيك لقح بالسياره. حتى واحد حماي يعني وقع يعني خرب يعني ما عاد يقدر، كان يشيلوه الذب بالعذاري حطوا على راسهم بطانيه. يا مجرد تحقيق، هاي تحقيق هذا مال تحقيق، هيك معامله هاي مو معامله انسانيه يعني هاي معامله همجيه. اي واحد هسه روح اي واحد يدق بابك هم عيني واغاتي مو مال هيك حكي. وهاي 4 سنوات هاي الخامسه يعني فكروا باطفال، هاي اطفالهم شوف كل يوم حطوهم بالهمرات بالعذاري وطلعت السياره مغطيه البطانيات، سيارات كلها مغطيه ببطانيات. يعني انت شوف العذاري اكيد تاخذ حاشكيها حاشك كله عذاري جزء حاطين بها 15 نفر مو كل الزلم.
شنو ذنب يعني الكبير والصغير والعمر 70 والعمر 80 سنه والعمر 14 سنه؟ صح ولا لا؟ شنو ذنبهم هاي؟ يعني مصيبه الدور مو مصيبه. ومن صفحه اخويا وابن خالي همينا يداومون بالجيش العراقي وجاوا كل شيء معدهم يم العصائب وين بنت كريت هم والسياره مالتهم قالت الكاميرات طبت السباي للمواقع. ومن ذاك يوم هذا يوم ما حد يعرف شنو هاي الجهات المجهوله، لا اللي انخطف بشارع ولا اللي انخطف قدام عينك ولا اللي انخطف هيك. ونركض معاملات دق، كل من يقول اني، كل من يقول اني راح اطلع لكم اياهم. هذا يوم ذاك هي ويا الستة ثلاثة التحرير. احنا مو قلت لك احنا ما من هين، احنا قاعدين بغرف اثنين، يعني كان كل البيوت بعيدة علينا. يعني احنا بس الولد مالتنا اثنين بس، يعني المنطقة 300 مو قليل. والعشائر اكو ناس اخذوا منها ثمانية. والولدها واخوتها وحموينها، يعني كل البيت عنده 20 نفر معتقل، يعني خلوا بس النساوين. ترى ذاك من ذاك البيت تلقى بيه زلمة زلمتين. وحاطين عيننا بعين الله ونقول صبرا جميل والله المستعان، ما عدنا غير هاي الكلمة صبرا جميل والله المستعان. ما ادري ذاك الوقت ان كنا حاطين عيننا بس على الولد، ما حاطين عيننا على الجهة اللي جتي اخذت او على العلامة الموجودة على السيارة. بس هي كلها قالت حزب الله والعصائب. مؤيد امين مخلف عبد الله مواليد 74، ومحمد امين مخلف عبد الله مواليد 79. ايش عندهم والله عندهم خلفه، واحد عنده اربعه واليدين ببنيتين مؤيد، ومحمد عنده بنيه واحده، وكانوا عمال يشتغلون على باب الله، واحد مشغل مولد للمنطقه والاخر يشتغل على باب الله. أنا كنت طالعة الكركوك، أخذت أولادي وطلعت، لأنه الوضع الأمني كان كلش مدهور، قصف مستمر، قطع التيار الكهربائي، ما بقى بشر نهائياً. زوجي كان كلش مريض حتى ما قدر يعبر، أو بالقوة يعني طلعنا، يعني الدواعش ما خلونه. فراح ويا أهلي لمنطقة الجلام. طبعاً منطقة الجلام هي منطقة زراعية، كلهم يعني أهاليتهم بيها، مو مسألة إنه راحوا نزحوا، هو صح هروبا من الدواعش، بس راحوا يعني اعتبروا الملاذ الامن لهم. فبعدين نبقى على تواصل وياهم، الوضع الامني اوكي لا باس بيه زين. فيوم 6/3 على اساس اجى التحرير، على اساس التحرير، ولكن 2015 حسب ما يقال تحرير، لكن هو مو تحرير، هو تدمير. تدمير طبعا مادي ونفسي. اجوا اعتقلوهم، او احنا ما نقول اعتقال استاذ، نقول اختطاف. اختطاف بطريقه بشعه. اخذوهم للنساء بجهه وللرجال بجهه. قاموا بسرقه اموالهم اللي كانوا شايليها او مدخريها. قاموا بحرق سياراتهم. اخذ حلالهم. اللي ما يقارب كل شخص عنده تقريبا 50 إلى 60 راس أجلكم الله. قاموا بتكسير حتى المحتويات المنزل اللي هم ساكنين به، اللي هو عبارة عن بيت من الطين. يعني صح بيوت طين لكن هي منازل يجون عليها، محل سكنهم يعتبر، من يروحون إلى منطقة الجلام إلى زرعهم إلى حلالهم. بالإضافة إلى الألفاظ والغلط والشتائم. والدتي طبعا كبيرة في السن، تتوسل بيهم وتترجئهم على انه هذا زوجي رجل كبير وهذا ابني مريض، خلوا رشاشه على ركبتها. الجهات وانا مسؤوله عن كلامي اللي اخذتهم هم عصائب اهل الحق. جتي مجموعه من الكتائب، منها كتائب حزب الله ومنها العصائب ومنها الخرساني، طبعا كتيبه عن كتيبه تختلف. قسم منهم ايرانيين وانا مسؤوله عن كلامي، قسم منهم عراقيين. اخذوهم خلوهم بهمرات قسم وقسم بعذاري حسب ما يقولون الشهود العيان الموجودين. انا ما كنت موجوده لكن شهود عيان موجودين اللي نجوا من اعتبر حادث، اللي نجوا من الحادث بقوهم في بيوت، حولوهم في بيوت مفخخه لكانت من ضمنها والدتي واختي مره كبيره. نقلوهم البيوت مفخخه؟ اي نعم، البيت كان مفخخ
فاستخدموهم كدروع بشرية، النساء والأطفال استخدموهم كدروع بشرية. فبدأ القصف من هاي الجهة، الدواعش يضربون على هذول والجيش يضرب على الدواعش، فهم صاروا بالنص العوائل بالوسط. فهذا البيت مفخخ لأنه أختي وأمي والموجودين كلهم شهود على أنه هذا البيت كله موجود نساء وكلها دبات سيفور. طبعا هذا البيت المفخخ هم الدواعش ناصبي كمين للجيش، فمنه راح يكون الضحية العوائل. لكن شاء سبحان عز وجل أن يكتب لهم عمر جديد ويكسروا الباب ويطلعون. يعني طلعوا النساء اللي راح للعلم واللي راح ما أعرف وين، إلا المهم مشي على رجليهم. أي كلها مشي على رجليهم، كلها مشي على رجليهم، واللي على أرضي على الأرض ينبطح، واللي يعني أكثرهم كبار بالسن. أنا والدتها شفت فقرات، الحجية الله يرحمها أم مقصود وأولادها اثنين طبعا بيها سكر تعبانة، وعانوا ما عانوا. أول ما راجعت عمليات سامراء، قيادة عمليات سامراء أخذوا أسماءهم وبقتها واستمريت بالمراجعة. المراجعة اللي راجعتها التقيت شخصيا بقيس الخزعلي اللي هو قادة عصائب. شخصيا التقيت بيه. طبعا هاي بعد فترة من الزمن، بالبداية ما قدرت أواجهه إلا عن طريق جماعة وصلوني إليه. كان طبعا جوابه كل الجاب، قال احنا كلهم صفيناهم وبكتها، قال صفيناهم بالحفل واحد، قال صفيناهم هو نفسه قال صفيناهم. التقيت ايضا بشخصيات كلهم يعني المرجعيه ناشدنا كلها تحكي، كل واحد يحكي شكل. هاي اولا، بس احنا استاذ عتبنا على شنو؟ عتبنا اولا على الحكومه بالدرجه الاولى، بالدرجة الثانية عتبنا على محافظنا اللي هو محافظ صلاح الدين، بغض النظر على أنه يطالب بيهم، احتمال يطالب بيهم في شغلة سرية بدون علمنا، لكنه ما في يوم تفقد أحوال أهل المعتقلين واحتياجاتهم. نجي للشغلات الفرعية اللي هم كل محافظة أو كل قضاء أو كل عشيرة يمثل شيخ عشيرتها، يمثل هو الواجهة مال المنطقة، صح لو لا مال العشيرة. عتبنا على شيوخ العشائر، عتبنا على القائم مقام، عتبنا على المجلس البلدي، عتبنا على حتى رئيس الفخذ، نهائيا ما حد طلب بيهم. حكوا النساء المعتقلين وامهاتهم واولادهم وزوجاتهم، ولا حياة لمن تنادي. والله ماكو كلام يشبه كلام، يعني اني اروح المكان يقولوا لي موجودين، بس مساهمة على مثلا مبلغ من المال، اتفقوا وياهم على انه ما يخالف، خلوا نشوفهم، خلنا نستلمهم ونعطيكم المبلغ. يقول والله اول مره رادوا 4 شدات على كل واحد شده، اخر مره رادوا هسه قبل فتره يعني تقريبا شهرين رادوا على كل واحد 10 شدات. شرط تعجيزي اي مقابل اطلاق سراحهم. يعني تتوقعين بعدهم عايشين مخابئ سريه؟ والله الله اعلم، لانه احنا حسب ما نسمع ونشوف يعني الله أعلم، لأنه أكل ماكو، تعذيب، مرض، تعذيب نفسي وجسدي. من هاي العوائل من اللي يعيلها هسه؟ والله هي العوائل بالنسبة للعوائل المعتقلين تقريبا 90% بيوتها تفجرت، واللي بيته احترق، اللي عنده راتب عايش، واللي ما عنده راتب يعني صعب عيشته. أقول لك يعني هاي 4 سنوات ونص 5 سنوات ماكو حد قبابنا، لا منظمة ولا مجلس بلدي ولا حكومة ولا محافظ ولا قائم مقام ولا أي مسؤول، ما حد قبابنا نهائيا. يعني أنا بالنسبة لي أحكي شخصيا بالنيابة عن الكل، وعود كاذبة كل على مود الانتخابات. وقت الانتخابات طبعا أنا للأمانة ما انتخبت أحد، وجونا للبيت قلت لهم ما انتخب. ليش؟ قلت لهم ما انتخب، ليش بس وقت الانتخابات تجونا؟ فاحنا من خلال قناتكم الموقرة ومن هذا المنبر طيب المبارك نطالب بالدرجة الأولى، طبعا هو رئيس الوزراء، نطالب بالمرجعية، عسى ولعل انه اكو فد 1% واحد شريف فيهم، 1% يسمع صوتنا ويوصل صوتنا. وين يروحون من حوبة دمعة الأم
دمعة الزوجة، دمعة الأخت، ودمعة الطفل. أنا أولادي كان واحد بخامس علمي هسه برابع كلية. زين؟ واحد كان بخامس ابتدائي هسه بخامس علمي، هاي بالنسبة إلي. ما شاف أبوه.